تلاميذ السنة الرابعة المتوسط أعطي لكم واحد الوضعية مقترحة في هذا الفصل، هي how to be a good citizen. صح، نلخص لكم أعطيكم في هذه النقاط عامة تحفظوهم كامل، أي منها تقدروا ديروا في قرعة عادي تحفظوا غيرها بباك. صح، نبدأ نشرح لكم النقطة الأولى، عندنا obey the laws طاعة القوانين، عندنا respect our duties احترام الواجبات، عندنا protect our environment حماية البيئة، عندنا help people مساعدة الناس، عندنا donate money food clothes تبرع بالأموال طاعة ملابس إلى آخره، do charities القيام بالأعمال الخيرية. بين هذه وهذه كاين فرقة، هذه تتبرع بصح هذه تشارك في الأعمال الخيرية، save sick homeless animals إنقاذ الحيوانات المتشردة والمرضى. دروك لما نجو الفقرة تاعنا نشوفو تقريبا غير هادو من اللي ما يقدرش زعما يمد أمثلة ولا ضعيف في اللغة الإنجليزية ولا غير هادو يدلهم فواصل برك ويحاول باش يدلهم فواصل وينظمهم بالطريقة اللي راح نوريكم في الفقرة، ما هي لا صعيبة لا والو. حفظوا برك هذه المقدمة، هاي وينها هذه المقدمة سهلة. To be a good citizen there are a lot of things we do ولا we can do، تقدروا ديروا كان بين الوي والدو. صح، نجو هنايا نبدأ first. أولا دخلنا الفقرة تاعنا we should obey the law and respect our duties. شوف هو دخل فكرتين في جملة واحدة. صح، نجو هنايا هاي بينا obey the law respect our duties. ها نعاود first we should obey the law and respect our duties. Second ثانيا first هي أولا second ثانيا protect our environment. هاي protect our environment protect our environment نحمل بيئتنا، وانا ندي لكم امثله protect our environment between brackets بين قوسين plant trees clean the streets مثلا نغرسوا الاشجار ونظفوا الشوارع and help people ونعاون الناس. شكون هما هذو الناس؟ poor الفقراء sick المرضى homeless هما المتشردين ولا المشردين ولا اللي ما عندوش بيت. full stop third ثالثا donate money نتبرع بالمال foods clothes الملابس. امين كيما رانا دايرين هنايا donate money food clothes تقريبا ديروا غير فواصل ماشي حاجه كبيره كاع do charities. صح، هنايا تقدروا ديروا نقطه وتكملوا save sick homeless animal ولا اللي يكون يعرف شي باللغه الانجليزيه وكاليفي يسلكها شويه يقدر يكتب هنا at the end ولا in the end ولا finally save sick homeless animals واللي ما يعرفش يدير غير نقطه ويكمل.